خالدين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إلا كذبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فصار الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنحن السعداء إذ وفقنا لزيارة هذا المسجد المبارك الذي يسمى بمسجد الشباب ومسجد أبي بكر جبريل فنحن في هذه الأمسية الطيبة المباركة إن شاء الله كما استمعنا نود أن نقدم محاضرة بعنوان تحقيق التحقيق في بيان دلائل ما عليه أهل الطريق عنوان المحاضرة تحقيق التحقيق في بيان دلائل ما عليه أهل الطريق وهذا العنوان عنوان كبير ولا تسع له الجلسة ولا الجلستان ولا الثلاث بل إنما يتبرك بشيء من بعد مسائل هذا الباب إن شاء الله سبحانه وتعالى نعني بتحقيق التحقيق بيان الشبهات الذي يريد المخالفين لأهل الطريق فنبين من خلال الحديث إن شاء الله بأنهم ليسوا بمحققين وإن أهل الطريق بفضل الله عز وجل وعونه وتوفيقه علماؤهم محققون وبينوا لهم الأدلة وهي في غاية التحقيق ولذلك سمي بالتحقيق أما دلائل ما عليه أهل الطريق نعني به الممارسات التي يقولها أهل الطريق اعتقادا أو عبادة أو عادة ونعني بأهل الطريق الذين نحن بصدد بيان ما هم عليه هم السادة العشائرة والسادة الماتريدية وهم جمهور المذاهب الأربع وهم أهل التصوف وكل الممارسات المقررة عند علمائهم لها أدلتها الشرعية ولكن هذه الأدلة كثير من الناس يجهلونها سواء كانوا منتصرين أو منتقدين ولذلك كان من حق المشايخ أن يكثروا الحديث بمثل هذه المسألة حتى يبينوا لأهل الطريق ولغيرهم الدلائل التي عليها أهل الطريق ما دام الأمر كذلك نبدأ بالمسألة الأولى الواحد من الناس يقول الآن عندكم ما يسمى بالطرق الصوفية التجاني عنده طريقة والجيلاني عنده والخطيب عنده وغير ذلك وأبو بكر ما عنده وعمر ما عنده وعثمان ما عنده ولا واحد من الصحابة ما عنده طريقة فإذا ما يسمع العامي هذا الكلام ممكن يقع في ذهنه أن هذا الكلام صحيح وهو ليس بصحيح
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الاصطلاحات، ولكن المسمى كان موجودا. عندما نقول الطريق هو عبارة عن الاستغفار والصلاة على النبي المختار عليه الصلاة والسلام، والكلمة المشرفة لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وربما قراءة جزء أو جزئين من القرآن يوميا. قلبي صم بالطريق، نحن عايزين الشباب يفهموا، لما تقول ما هي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، الما في الشرع، الما في الاسم، لكن المسمى قاعد، لابد أن تفهم الفرق بين الاسم والمسمى. الاستغفار ما في القرآن، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جاءت في القرآن، والكلمة المشرفة لا إله إلا الله برضه جاءت في القرآن، لا حول ولا قوة إلا بالله جاءت في السنة النبوية، فكل ورد في النص. أما كلمة ما مصطلح عليها هذا ليس بحجة. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان بيقرأ بيت قراءة بحبس ولا بورش ولا بالدوري، نقرأ بيتها ما عنده في زمن لا حبس لا ورش لا الدوري، ما في ذاته لو كدك حبس وورش والدوري، الاستدامة ما موجود. حبس وورش والدوري دين عاشوا في منتصف القرن الثاني بعد زمن الصحابة بينية وخمسين سنة حتى ما جو، وكيف يقول أبو بكر الصديق بيقرأ بقراءاتهم؟ ما كان بيقرأ بحفص ولا بالدوري، لكن كان بيقرأ كتاب الله عز وجل. إذن المسمى القرآن قاعد. لما نقول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما في صحيح البخاري، ما في صحيح مسلم، ما في أبو داود، ما في الترمذي، ما في النسائي، المصطلح الشخص اللي يقول له محمد بن إسماعيل هو المعرفي، لكن الأحاديث ذات النبي عليه الصلاة والسلام قعدة، الترمذي هو المعرفي لكن الأحاديث قعدة. فكذلك فالطريق عندما نقول الطريق بنعني به عبارة عن هذه الأذكار، الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا إله إلا الله، وربما في بعض الطرق في لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي بعض الطرق في الذكر بالله، وفي بعض الطرق في ثلاثة أجزاء في جزئين وفي جزء. هذا فعل من الأفعال التي ترجع كلها إلى القرآن. فالقول بأن ما موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام ليس فيه نوع من التحقيق، هذا من هذه النهي، ولذلك الشريعة بتحكم بالمسمى وليس بالاسم. شكل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بل في زمن الصحابة بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى جوار الله عز وجل، ما في مالك ولا في مالكية، وما في شافعي ولا في الشافعية، وما في أحمد، وما في كلمة سلف واحدة ما موجودة، وما في كلمة أهل السنة ولا أهل السنة والجماعة. في زمن النبي ما في، وفي زمن الصحابة ما في، في زمن التابعين ما في. كلمة المذاهب الأربعة ما دار هذا المصطلح إلا للقرن الرابع الهجري، القرن الرابع حتى ظهر هذا المصطلح، لكن المصمى ماله قاعد من جيلين. فالإبرة بالمصمى فهمنا حتى ولا ما فهمنا، هذه مسألة. المسألة الثانية، ما الفرق بين الناس اللي يقولوا إتوا عندكم طريق وبين الناس اللي ما عندهم طريق؟ الناس يقولوا إتوا الصوفية دين زدتم على الناس بشنو؟ أكثر حاجة إتوا كان زعمتوا أنه بتذكر الله سبحانه وتعالى، كل الناس بتذكر الله سبحانه وتعالى، ميزتكم شنو؟ تقول ده سؤال سمع وكلام طيب، كل الناس ما كل الناس بتذكر الله سبحانه وتعالى بالصورة اللي ربنا أمر بها في ذكر وفي ذكر كثير. متى ما جاب الناس كلمة الطريق بيقصد بها الذكر الكثير، ما في طريق فيه ذكر شنو؟ قليل. والحق جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا،
لما تقول كل الناس بيذكروا الله انتم يذكروا مصوبين شنو؟ نقول ذكر الله سبحانه وتعالى كثير صباحا ومساء. عرفت ولا ما عرفت؟ في من الناس من يذكر الله صباح وما بيذكر في المساء، وفي بيذكر مساء وما بيذكر في الصباح، وفي بيذكر في الصباح وبيذكر في المساء. هذا صحيح، لكن اذا اطلقنا على الانسان صاحب الطريق بالضروره ان يكون عنده ذكر شنو؟ صباحا ومساء، ولو بيعمل دبر الصلوات الخمس، لأن الصلوات الخمس لو قسمناها نصها في الصباح ونصها الثاني شنو؟ في المساء، عملا لقول الحق جل وعلا: واذكر اسم ربك بكرة وعشية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية. القرآن يذكر الأوقات. ثم يقول: الأذكار دي موجودة، لماذا أضفتموها إلى التجاري وإلى الجيلاني وإلى السمان وإلى غير ذلك؟ نقول الإضافة كما ذكرنا إضافة، ذكرنا الإضافة القراءات أضفناها إلى حبس وإلى ورش وإلى الدور، والحديث قلنا حديث بخاري، والكلمة الحكم قلنا ده حكم المالكية حكم الشافعية، والحكم حكم الله عز وجل. الإنسان إذا أضيف إليه ذلك الإضافة إضافة تشريف وتكريم وممارسة واشتهار، وليس المراد أنها شيء مستقل عن دين الله عز وجل. ولكن ما يجوز أنك تضيف إلى شخص من الأشخاص. نقول القرآن أضاف أضافه إلى شخص من الأشخاص. الله عز وجل يقول وهو أصدق القائلين: واتبع سبيل من أناب إلي. الله ما قال سبيلي، قال سبيل من أناب إلي. من أناب إلى الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى قال اتبع سبيله. وأصل السبيل سبيل من؟ سبيل الله. لكن الله سبحانه وتعالى قال سبيل فلان البقى أناب رجع إلى الله عز وجل. إضافة السبيل، إضافة الطريق، إضافة المنهج، إضافة السبب إلى المخلوق أو في القرآن. واتبع سبيل منه من أناب إليه. من أناب إليه لجنه عبد من عبيد الله عز وجل. ثم يقول: نحن نسلم لكم. هذه المسائل الهامة للغاية. يقول نسلم لكم بعد الاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا إله إلا هو كلها موجودة في الشريعة، لكن إنتوا مبتدعة. ابتداعكم شنو؟ بيصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام بسيط مخترعة زي صلاة الفاتح وزي الجوهرة وزي الصلاة النارية والصلاة الجلوتية والتماش، عندكم قائمة طويلة من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا لهم: يا هذا يا هؤلاء لقد حجرتم. حجرتم شنو؟ واسعة. الصحابة رضوان الله عليهم هم اللي رووا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منه، ثم قالوا بالمعصور وقالوا بغير المعصور. عبد الله بن مسعود سيقة، علي بن أبي طالب سيقة، السيدة أسماء سيقة، عبد الله بن عباس سيقة، الإمام الشافعي سيقة، والإمام مالك سيقة. طيب بتعد تجمع دين السيق وين؟ أنت ما قاعد تقرأ عشان كده ما هتعرف، وتقرأ كتب معينة محددة عشان كده ما هتحصل العلم. العلم إلا تنفتح تقرأ للناس كلهم. الناس بيقروا لأهل السنة ويقروا للمبتدع عشان يعرف الحكم بتاعه. سيدنا عبد الله بن مسعود حديثه جاء في سنن ابن ماجه في باب التشهد في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بروايات متعددة. عبد الله بن مسعود قال شنو؟ إذا صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه، فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قالوا: كيف نصلي عليه؟ قالوا: قلوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وخاتم النبي ورسول رب العالمين. الاختلاف في الألفاظ والمعنى واحد. الحافظ المحدث المقلتائي شارح سنن ابن ماجه يقول إسناده صحيح. الحافظ البوصيري في إتحاف المحرى بزوائد الكتب العشرة يقول صحيح. ده عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يقرأ القرآن قبضا كما أوزن فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. ابن أم عبد تذكر في هذا أن الصحابة جائزة. لين
وماذا هو اللي قال ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وفي من نزلت ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. ثم من علي بن أبي طالب ابن عم المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب حديث المشهور الذي ظل كثير من المسلمين لا يودون سمع هذا الحديث الذي بلغ حد التواتر والذي كتب له الطبري كتابا في مجلدين كما ذكر ذلك العابد بن كثير من كنت مولاه فهذا علي مولاه. ماذا قال سيدنا علي بن أبي طالب؟ كان يؤلم الناس في المنبر أن يقولوا اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك وفضائل آلائك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سرق والمعلن الحق بالحق والدانق لدشات الأباطيل إلى آخر الصيغة. انظر تفسير ابن كثير. الإمام الخفاجي في نسيم الرياض بشرح الشفاء للقاضي إياد المحدث يقول إسناده صحيح. انت بتقول ها ايش ثاني؟ ما في حاجه ثانيه. طيب وين الامام الشافعي؟ اقرا كتاب الرساله للامام المقتدري اول كتاب في الاصول بعد كتاب ابي يوسف. الامام الشافعي له كتاب في مجيد سماه الرساله للامام المقتدري في المقدمه قال اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. ما جاء في القران ولا في السنه. يقول الإمام الشافعي لأنه عنده مصلى على الذي قتل المعذور مال جائزة ولا ما جائزة؟ جائزة. أنت تقول في حاجة عليها الصحابة وعليها التابعين. أمش جوا تاني قال اللهم صل على سيدنا محمد الذي أنقذتنا به من الضلالة. هذا الإمام الشافعي كل في رسالته الإمام المطلبي. وين الإمام مالك بن صيغة؟ وما قريت اقرأ المصنف لعبد الرزاق الصنعاني. تعرف عبد الرزاق الصنعاني ده انه اكبر من بخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه وكتابه اكبر من كتب دين كلهم وما تعرفه قريبه. البخاري يقول حدثني البخاري يجيب ثقه يجيب سنه حتى يصير احيانا لعبد الرزاق. مولود سنه كم يا شيخ؟ 129. الشافعي مولود سنه 150. احمد بن حنبل مولود سنه 179. البخاري مولود 194. مسلم في القرن الثالث، ابو داود في الثالث، الترمذي في الثالث، ده قباله 129. صاحب المصنف 14 مجلد شيخ الامام البخاري في جزء المفقود جاب بسنده المتصل للامام مالك. قال الامام مالك رضي الله عنه وارضاه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغه من عنده اللهم صل على من انشقت له الانوار. الامام مالك بن انس. عبد الرزاق الصنعاني بيروي من كم؟ اثنين راوي، الثاني الصحابي، دي الاسانيد العاليه فوق اسناد البخاري في العلوم. لو ما بتعرف ايه؟ قالوا ايه؟ شوف المؤلفين من اهل السنه والجماعه. اي واحد في اول كتابه تجد فيه الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام وبغير المعصوم. شنو بتقولكم في اهل الصوفيه؟ قالوا ورونا. واحد قال انت حددت للذكر عدد الشريعه عدتنا الزمام وسلمته في يدنا. قال تعمل العدد الدائره، انت ما عندك علم الشريعه. وين قوله صلى الله عليه وسلم اكلفوا من الاعمال ما تطيقون؟ اسال اهل اللغه العربيه واهل الاصول عشان يوروك كلمه ما تطيقون معناها شنو؟ اسم الأموم اللي تقدر عليه. اللي تقدر عليكم 100 يهود معمول ب 100، اللي تقدر عليكم 200 يهود معمول ب 200، اللي تقدر عليكم 300 يهود 300. افهم هذا. هذا الفقير بلا دليل. سلينا على الحبيب المعقول. ثم ماذا؟ ماذا قلت؟ تريد تتبعوا للذكر؟ دي بدعة. ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. يا أخي مين اللي قال لك؟ أي ما فعلها، لكن مين اللي قال لك؟
واحد قال لي دراعي بس حاجة سهلة دراعي بساطة ما عندهم وردت بها السنة النبوية روى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال في الحديث القدسي أنا عند ذن عبدي بي وعلى ماه إذا ذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ 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 ذكرته في ملأ خير من ملأ ملأ شنو جماعة السيوطي عمل رسالة كاملة في كتاب الحاول الفتاوى الشيخ الأصولي وشيخ المحدثين وشيخ الفقهاء إلا البصرة هنا جائز إننا جائز بالسنة النبوية الصحيحة القوية كده حاجة سهلة في منتهى السهولة ثم ماذا يقول أنه الناس ديت الواحد يقول الشغلانة دي يجعلها زي كأنه أمر من الله عز وجل كان فاته يغديه قلنا النبي أو قال كان فاته تغديه جيل سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال النهار كله أصوم والليل كله أقوم وكل يوم أجيب خطوة من القرآن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له الله ما دار العبادة حديثه في البخاري قال له لما بتقدر يلا سوي ده يقول بسيط سوي ده يكون بسيط لحد ما النبي عليه الصلاة والسلام رخص له يصوم يوم ويفطر شنو يوم جمع يقول الصحابة ما شاء الله الطريق من النبي ده الطريق اسمع وافهم ولا ما وافي عليك قال له شنو تصوم يوم وتفطر يوم التزمت قال التزم وثاني سوي شنو أخنا ها يصوم يوم ويفطر يوم وكل سبع يوم ولا ثلاثة أيام الرواية قال أهل الله أنك تجيب شنو ختمة لا من كبر عجز كون يصوم يوم يفطر يوم جسم لا تما بيتحمل بقى يفطر الليل ويفطر بكرة ويصوم بعد بكرة وبعدها يقضي الأيام اللي كان شنو فاتته طيب الطريق شنو الطريق شنو طيب طاعة تلتزم بها تواصل بها إلى حد يمكن 2000 صلاة ولا 2000 دولانية إلى الممات دي أخو سيدنا عبد الله كبر وعجز لكن شيئا أحد عليه النبي عليه الصلاة والسلام شكل الطريق طريق صوت طريق أسمع الله الحسنى طريق قراءة القرآن طريق تسبيح طريق تحميد طريق تجمع ده هو الطريق يقول ما في يقول أنا ما في أنت النصوص الشرعية خش إلى العلم عشان تفهم النصوص يا موجودة واضح بالعربي ولا لسه؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يا شيخ يصوم يفطر الليلة ويفطر بكرة بعد بكرة كيف يصوم أن بعد ما كان يفطر ما يفطر يبديه قطع ومن اللي قال يبدي النبي عليه الصلاة والسلام وين في صحيح مسلم روى الإمام مسلم في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فصلاه ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل الله القضاء يهود في صحيح السنة تعالي شو بيقولوا على الطريق ما في أي حاجة إلا الدفع بالصدر فقط وإنت بتحسد الإنسان عشان يذكر الله ما في حاجة تاني بس ما في أي حاجة تاني طيب يقلب قال الصبح للنبي عليه الصلاة والسلام ما استعمل وقل له ما ورد فوق أي دليل هي وسيلة ما عباده إيه ما وسيلة وسيلة بشنو كرسي بس عشان نتحدث به فوق لما بشنو بس عشان تولي إليه ما دخل في الإبادة مروح اللي بس عشان تريد نجنو بين حواء نور عشان يطلع إليه اسمه وسيلة هي ما دخل في الإبادة لما وقع لك يا شيخ طيب يلا دار نوريكم اسألوا الشريعة الشريعة ما في سؤال في الدنيا إلا وفيه جواب حس الآن قلت لله علي أحد أن أستغفر الله كل يوم 1000 مرة 1000 مرة يلزمني ولا ما يلزمني يلزمني قطعا ولا شكا يا شيخ قطعا لقول الحق جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهد إن العهد ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من نظر أن يطيع الله فليطيعه طيب داير واحد بعدة 1000 بيت دخل يرفع يده نشوفه منو اللي بعدة 1000 بيته طيب انت عايش اسال ناس علماء كبار قدر الدنيا
اسمهم شنو؟ أصوليون. قل لهم الوصايا هل إلا حكم الغاية؟ وربنا أوجب عليك أنك تجيب الألف، ما بيمنعك من كونك تتخذ الوسيلة بتعد بها كم؟ الألف. ليه الألف بشنو؟ طيب انت لعيبة بتقالك يا شيخ، لما في الدار يسأل جيب كرامتين خد من ألفك الفورة يا أخي ذلك بلوليك بيتك إزعاد ونحن كان شغلاك أقول مجنون جاء أكاكيز أكاكيز دول لغاية خوش حايف ولا شنو ما بيبقى جيب سيطان لو كل صور ده جاي له ولا شنو جيب حصحاص سوى الصحابة العجب أن تقول الصبح الصحابة أنما صلى ما سواها يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام في بيت النبوة صبه بالحصحاص حصحاص 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 ده شنو حجر مش بيعون حجر وليار ده الأمن ده كم دورة ما يعود في هذا الكتاب لكن الكلام ده وين في صحيح مسلم يا شيخ وفي سنن أبي داود وفي مصنف ابن أبي شيبة وفي سنن الترمذي وفي المستدرك للحاكم ويصحح ويوافق الذهبي حديث يؤخذ به مثل هذا الحديث في الأحكام الواجب والمحرم يؤخذ هذا الحديث وهو في فضيلة الأعمال ما يأخذ به وفي شغلة مباعي في المستدرك توب إلى الله عنكم جل وخل المقالطة في صحيح مسلم عمن عن السيدة جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كانت تصبح بالحصى في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود والترمذي والمستدرك ومصنف بن أبي شيبة وصححه كما بدا مسلم بن صحيح صححه السيوطي صححه الشوكاني صححه الشوكاني وغيرهم إلا هذا الحديث حديث السيدة صفية أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد بين يديها 4000 نواة تسبح الله بها فقال ألا أدلك على ما هو أيسر عليك أو أفضل شكر راوي قال أيسر أو أفضل فيقول الشوكاني في ليل الأوطار معلقا على هذا الحديث قال إرشادها إلى ما هو أولى أو أفضل لا ينافي الجواز لا ينافي الجواز واضح ولا ما واضح نرجع لكتاب الإمام أحمد بن حنبل عنده كتاب اسمه شنو يا مولانا هذا الكتاب للإمام أحمد بن حنبل اسمه كتاب الزهد أمش بكرة في السوق فتشوا وشوف ترجمة أبي هريرة وشوف ترجمة أبي الدرداء سيدنا أبو الدرداء كان عنده حصحاص يسبح الله عز وجل به سيدنا عمرو بن العاص كان يسبح بالحصى سيدنا أبو صفية كان يسبح بالحصى أما سيدنا أبو هريرة فعنده خيط فيه في رواية 1000 أغدة وفي رواية 2000 أغدة كان يسبح الله عز وجل كل يوم 12000 مرة ويقول استغفار لقدر ذنوبي شوف الزهد للإمام أحمد بن حنبل ده أبو هريرة وحديث أن أبو هريرة عنده خيط يسبح الله به أنا بقول لكم طلبة العلم ارجو كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر الأسقلاني وإسناده حسن نرجع لتاريخ البخاري الكبير أبو صفية مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كيس مغلاية يطلع أمين صلاة القضاء يسبح بها لحد ما يرتفع النهار ارتفاع النهار 10 و11 وقت الفطور البطن في القرار ذلك إسرع لحد الوفد البخاري في التاريخ الكبير قال صحيح خلاص تخلي الجدل أي حاجة يسويها الصوفية معلوم إنها دليل بس كل أنا ما قاعد نقرأ بقرأ في كتب توزع مجانا ما هتعرف العلم لأنه بيديك بيديك شنو يقمد عينك واحد يشوفك بشنو بالثاني عشان كده ما هتشوف شوف بعينك الاثنين والسودانيين قالوا الماء كان بعيد ما بيشبع في كتب حسن ذكرناه ياسر كتب ذكرناه في حديث البسيطة ملايين مرضوة من الوتاء وكيف تلقى الكلام ده في معلومة في كتاب يوزع من مجانا ما هتلقى فوق هذا الكلام يلا طيب شنو بيسوي الصوفية كل فعل من هذه الأفعال بكل مفروق منها ثم ننتقل يقول التصوفية دين بتعظموا شيوخكم أكثر من اللازم ما بيأخذنا تعظيم هذه بيسوي شنو
تقبل ايده وتتمسه به الى اخر ذلك. كان ممنوع من يوم الليله خليناه. وبعدين هاك؟ انا ما اوقع عليك. مش ممنوع خلينا نسوي الله وراني. ورينا مين اللي قال ممنوع. نصهم كما وعدنا نخلي من يوم الليله، خلينا من يوم الليله. يلا ورينا مين اللي قال ما في. يا اخي انت ما بتبني لك الشريعه. هل انت ما عارف اشيل في بطون كتب اهل العلم؟ ما وصلت مستوى تعرف انه كتبوا شنو؟ بن عظم الشيوخ بنسوي لهم شنو؟ الصوفيه تعظمهم لشيوخهم بقبلوا اياديهم. تقبل اليد جائز. الصحابه قبلوا يد النبي عليه الصلاه والسلام وقبلوا رجله. اول حاجه الدليل الشرعي ما دل على انه من خصائص النبي عليه الصلاه والسلام. والقال من خصائصه نتحداه وخليه يجيب الدليل. البخاري ده بتعبوه اللي نسيته. البخاري ده معلم. كان قال البخاري في ألف بخاري. بخاري دي بلد في ألف نفر في بخارى. لكن كان قال البخاري بقت علم لمن؟ لمحمد بن إسماعيل. والعلم كما قال ابن مالك في الألفية اسم يؤيد المسمى مطلقا. علمه كجعفر وخير نغى. البخاري في كتابه الأدب المفرد باب تقديم اليد والقدم او الرجل. تقبل اليد وتقبل الرجل. ما جاب يد النبي عليه الصلاه والسلام بس، جاب حق النبي الصحابه قبلوه. وفد عبد القيس جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام، الراوي قال فابتدرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبل يده وقدمه. لو كان التعظيم بتاع تقبيل اليد والقدم اشراك، ما ممكن الاشراك يبقى في النبي جائز، لكن في غير النبي ما جائز. في تقطعيه بتاع صغير بس. لو كان كبير لكان يرتاح، يرتاح ولا ما يرتاح؟ لكن تلك عباده. طيب حسب يعني يجوز الركوع للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يجوز للقران، لان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم. يجوز؟ يجوز الركوع للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يجوز الركوع لعبد الله او لعبيد الله، لانه ما زال النبي صلى الله عليه وسلم. شكل الناس اللي بيتكلموا في هذا الباب لسه محتاجين لكم يدرسوا قواعد تاعت شنو؟ الشريعه. عند من؟ عند اهل العلم عشان يفهموا. اذا النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه قبلوا يده وقبلوا قدمه. هل نهاهم او اقرهم؟ اقرهم. لو في نفسك الشيء ما عجبك، الله قال في القران انت ما مؤمن. فهمت ولا لسه؟ الشيء سووه الصحابه لانه للنبي عليه الصلاه والسلام. اقرهم ولا منعهم؟ اقرهم. لو في نفسك بس انت في نفسك الشغل ده ما عاجبك، الله قال في القران انت ما مؤمن. اقرا ان شئت قول الحق جل وعلا. فلا وربك لا يؤمنون. لحد بيتين حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لسه ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا. كان في نفسك حرج ما تبقى مؤمن. الله قال لا يؤمن انت ما مؤمن. ده النبي صاحب الرساله. ثاني ده كلام تقول انا داير معمله احتياطا عشان الناس ما يشركوا بالله. انت بتقول اعلى من النبي عليه الصلاه والسلام. الله قال لك يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. النبي عليه الصلاه والسلام مبلغ عن الله. اقر الشيء. انت لما تقول لا يبقى انت خشيت تتعاون. فهمت ولا لسه؟ اسمع النبي عليه الصلاه والسلام بشارته اخير من تخويفه. وقال شنو؟ البشاره بتاعته قال انا ما خايف من الامه من الاشراك. اسمه هوي. القائدين عن يميني وعن شمالي وعمامي وكان تسامحني ولا ما سامحني. النبي عليه الصلاه والسلام قال شنو؟ قال انا ما خايف لامتي من شنو؟ من كون يشركوا بالله. وانت خايف عليهم. الشفوق اكثر من النبي عليه الصلاه والسلام. عجيب انت. عجيب غريب انت. النبي قال ما خايف، انت تخاف؟ وين قال ما خايف؟ ما تكلم. مش عقله. في صحيح البخاري. أن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل أحد فصلى عليهم صلاته على الجنائز ثم انصرف إلى المنبر فخطب فقال إني فرت لكم وأنا شهيد عليكم والله إني لأنظر إلى حوضي الآن وإني أوتيت مفاتيح خزائن الأرض والله إني لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. النبي يقسم وأنت خايف. في مشكلة ولا ما في مشكلة؟ راجع وراقب الدفاتر في عشان الوهم. لا. ولا الكلام ده بنشره بالعربي.
واضح ولا ما واضح؟ والله إني لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. كان خليكم بس من التربية. توالدي أكثر من توالدك، أولادي أكثر من أولادك. أنا قريت كذا وأنت ما قريت كذا، ما فهم لكم من الدنيا دي بس. الإشراك قال ما خايف. لماذا؟ هو يبلغ عن الله، أنت عندك مخيخ في راسك. والنبي يبلغ عن الله أبدا أنت خايف. والنبي ما خايف، أنتوا خايفين ولا ما خايفين؟ ما خايفين زي ما النبي ما خايفين. رحم الله صاحب الإشرين حيث يقول: ولا شك من شك ولا شرك من شرك خلق من هذا الأمر. ثم ماذا إخوة الإيمان؟ ثم ماذا إخوة الإيمان؟ قالوا يعظموهم. قلنا لهم الإمام البخاري جاء في الأدب المفرد سيدنا علي بن أبي طالب قبل يعني سيدنا العباس وقبل قدمه. الحكم في الشريعة كيف رأي؟ تحكم عليهم بأنهم مشركين ولا كيف؟ تعمل شنو؟ شكل الطب خشمك ولا تطفو ما ليس لك به علم إن السمع والبصر. أنا بقول بدر المشايخ والطلاب اقروا كتاب اسمه الأدب المفرد لابنه يعني عبد الله البخاري. المفرد الأفرد مرة من البخاري. عشان تعرف وتسمع وتعرف الحاصل شنو. ثم ماذا يقول اتصلوا فيه لين خاكين شيخكم صلاح دا ولا شيخكم ابو جمره ولا شيخكم داود دا ولي. هو معلوم كان ولي. زول ما في زول بيعرف ولي الا الله. طيب كونه عرفنا ولي ولا ما عرفنا ولي حكمه بالنسبه للعباده شنو؟ انا صلاه بصلي خلف الشيخ صلاه لمن اللي يبقى ولي طبعا حتى ما تصير الصلاه شنو؟ يا أخي في هذا اسمه شروط الإمامة اتعامي بس أن يكون مسلما ذكرا بالغا عاقلا عالما بما لا تصير صلاة إلا به ولما له نزل جاي شروط ولي جاي قال لك أنه قال كيف تعرف أنه فلان ولي أسمع الولي ما بتعرف عليه مين اللي قال اسألوا عشان يفيدك كان الله قال ما بتعرف أنا العلم والرأس كان النبي عليه الصلاة والسلام قال على العين والرأس. الله ما قال النبي ما قال ده فهمك انت. طيب انا فهمت من النص الشرعي ان الولي يعرف ومن النبي عليه الصلاة والسلام انا يقع اقرأ القرآن. القرآن ذاكر للولي في آية ألا إن أولياء الله نعتين وصفين اثنين أحدهما حسي والآخر معنوي. والحسي لما انت تشوف الألا والتالي بأنه ولي اقرأ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اسمع لهم البشرى في الحياة في الدنيا وفي الآخرة. آمنوا إشارة معنوية لهم إشارة حسية الإيمان لهم البشرى في الحياة في الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الحياة في الدنيا شنو؟ فصاح الحديث النبوي يا شيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة إلى المبشرات. قيل والمبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له وإيش تفقل أو ترى له بالإمامة الصحيحة في العربية في الوزيرة. طيب لما تقول المنامات كلها خرافات اتبترت حديث النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قال النبوة انتهى خلاص. الفضل شنو يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة. الله ده الفضل ليه من النبوة؟ أنت تقول خرافة والنبي يقول ده الفضل من النبوة. إيش كان ولا ما في يا شيخ؟ أنت محتاج لكون تتجنب الأوراق عشان تعرف الحقيقة بتاعت الدين. قال يراها أو ترى له خطرة جدا. المبشرات هي شنو؟ جمهور المبشرين على أنها شنو؟ قلنا الكرامات كرامات كرامات كرامات. فهمنا ولا ما فهمنا؟ المبشرات شنو قلنا؟ الكرامة. الكرامة هي شنو؟ هي دلائل دليل من دلائل الولاية. لا يشترط في الولي إلا تظهر له كرامة. ولكن ظهور من جل العلامات الدالة على أنه شنو؟ ولي. شيخنا أبو جمرة مثلا ظهرت له كرامات. عشان كده أنا شنو؟ بقول فوق ولي. وهو ما عايز أنه تثبت أنه في ولي. لماذا يا شيخ؟ هو عنده غلط في هذا الكلام، لأنه ده يجعل أن اللي أنت متبعه ده عنده منهج مصري، وكون منهج مصري الله ما ظهره،
وكون الله ما داير ما بيخلق له شنو كلام عشان كده داير يقول لك ولي ما له ما في القران قال شنو عنده بشارة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وإن جمهور المسلمين هي شنو؟ هي الكرامة. طيب لسه الأمر ما انطبع وراح نوضح لك أكثر. نرجع تفسير الحافظ ابن كثير عند الآية دي، ونرجع الدر المنصور عند الآية دي، ونرجع لتفسير الآلوسي عند الآية دي، وأضيف إليهم كتب التفاسير بالرواية. كلهم إن التفسير هذه إن تفسير هذه الآية سردوا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من هم أولياء الله؟ قال الذين إذا رؤوا ذكر الله. دي علامة ظاهرة ولا باطنة يا شيخ؟ أنت تقول ما بنعرف يا أخي، ما في خارج. الحديث رواه الطبراني وأبو يعلى وإسناد صحيح تفسير الألوسي. هم الذين إذا رؤوا ذكر الله. والنبي عليه الصلاة والسلام حكم، مش الحكم من باب أنه لا يحكم بهذا الحكم إلا فلان لأنه صاحب الوحي، لا لا، حكم من ناحية أنه يجوز للإنسان أن يقول فلان صالح فلان صالح، وأي ذو يوسف لأنه صالح معناه شنو؟ ولي. قال عبد الله بن عمر رجل ماله صالح. سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول لرياح، يا رياح إني لأراك رجلا صالحا. أنت ماشي السيرة الأئمة والصحابة، فلان يقول فلان صالح، أنت عارف الصالح ده وين؟ اقرأ قول الله عز وجل، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بك. قل أنت يداري الله يلحقك بالصالحين، يقول الصالح ده ما ولي يا مولانا، له الولي ذاته، اشتبه عليك الأمر. يلا في شنو ثاني؟ ما في حاجة ثانية. طيب في شنو؟ الكرامات. أها ده موضوع جدل عجيب وخطير. كرامات شنو؟ الأولياء عندهم حاجة اسمها كرامات. أهل السنة والجماعة قولا واحد. قال ما في كرامة غير المعتزلة. والسبب في ذلك شنو؟ عشان ما فيهم مال. ما فيهم مال. الكلام ده ما قال أحمد داود، قال الإمام البغدادي قبل 1000 سنة في الفرق بين الفرق. قبل 1000 سنة الفرق بين الفرق، وشو كرامات الأولياء؟ قال أهل السنة والجماعة عندهم الكرامات فيه. طيب مش نقول قال البغدادي. الكرامات بتاعت الأولياء ثبتت في القرآن وثبتت في السنة. الزول اللي قال ما هي إلا أن يكون مؤولا تعويل بعيد ليكون الله حسيبه، أما كده صحيح قلت ما هي ها يبقى ردت القرآن. ورد القرآن شنو ياخذ؟ خروج بالورع. خروج بالورع ده شنو؟ ارتداد. أما ذاك الكرامات الأولية في القرآن، لما تقول ناغي ردا للشيء اللي ورد في القرآن. نقول كرامات الأولية فيه. والأولية ظهر لهم الكرامات هاي، أو أسمع الكلام يا شيخ. اسمع، السيدة مريم ربنا سبحانه وتعالى قال عنها شنو؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. يعني يجي من الله للولد، من قول معرفة من الله لابنه للولد، هو من عند الله. المسألة لابنه يا شيخ، ده برضه سفير من سفراء الله، سيدنا من يخونا زكريا النبي ورسول، ويقول يا ابن وين؟ تقول هو من عند الله. ها إن الله يرزق من يشاء ولد الحساب. الطبري، القرطبي، الألوسي، أبو الشيخ، ابن مردوي، أها كلهم سيوطي للدر المنصور. فاكهة السيل في وقت الشتاء، وفاكهة الشتاء في وقت السيل، باتفاق جميع المفسرين، وتهدي بها التفاصيل. فاكهة السيل، ما في جنائن كان في زمنه يجيبوا شنو ليك في وقت الشتاء، وبتاع الشتاء في وقت الصيف. كرامة للأولياء، ليها الكرامة. واضح كيف ولا ما واضح؟ يلا قصة أصحاب الكهف، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تغرب ذات الشمال. ويقول لك كيف كرامة الولي تعمل كذا وكذا؟ لأنه عنده فهم بتاع المعتزلة، قال أن الولي هو بيسوي، الولي ما بيسوي، بيسوي الله، عشان كده الله سوى له كرامة. وين؟ فوق وين؟ فوق الجبل ولا فوق العرض؟ يا شيخ الكرامة بتاعت الولي فوق السماء، وليك ما سامع يا شيخ.
الشمس دي وين؟ وين؟ في القلب ولا في السماء؟ انت بتقول يقول الولي قال كيف لكن زول كده بيسوي انت؟ كان المتزل بيسوي انت معتزل، دي عقيدة المعتزل ان العبد خالق لافعال نفسه الاختيارية. لسه ما درس التوحيد انت عليه، لو درس العلم تجنو الكرامة بيسويها منه. طيب اسمع، وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن قاعده الا يلم على شو؟ ده الكهف انت اللي نفوها مفتوح رجعي وهم راكبين هنا. الشمس اللي بتبص النهار بتخش على الجو ولا ما بتخش؟ الله يصرفها تجلس النهار تزاور عن كهف ذات اليمين، جاء دار تغرب كان تخش بالغالي ربنا يصرفها ذات الشمال. الشمس في العالم العلوي ولا في العالم السفلي؟ في العالم العلوي ربنا رفع كرامات الولي، مش في الوطن في السماء هناك، مش الولي عنده رموز للشمس، لا الله هو اللي بيسوي للولي اسمها الكرامة، كرامة ما ربنا أكرم بها. عرفت ولا لسه يا شيخ؟ ها وبعدين ماذا يصير كثير المسألة الثانية آسف بن برخي اسمها كرامات الأولياء، والنبي عليه الصلاة والسلام حكى كرامات الأولياء بذات الأمة السابقة جرير الراهب وقصة المرأة وقصة أصحاب الأخدود دي في السنة والسنن كلها موجودة. ثم إن اللي ذكروا أنا داير معي أوليان الموجودين في الأمة دي أفضل ولا أصحاب الكهف أفضل؟ داير معي فرود اليوم اتفقوا يا أخوان أولياء الأفضل بنص القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس، النبوة فقط هي اللي بعثتنا. أي ولي من الأولياء الموجودين في الأمة السابقة الأولياء في الأمة دي جميعا أخوانا إنهم الأفضل يعني متبائل بتاجر ماشي متبائل ها يبقى الناس بيتعاملوا كما قال أهل العلم شنو قالوا معاملة إسرائيلية إسرائيلية شنو؟ أقول لك كرامة الأولياء في ولا ما في؟ أقول لك في الدولي الله أكرم ينكر ذلك زي اليهود والنصارى يقول لهم في عندي سبب قبال محمد صلى الله عليه وسلم ولا ما يقول في زي محمد ينكر ذلك اسم الإسرائيلية يؤمن بها وينكرها فهمت ولا ما فهمت يا شيخ؟ هذه دي من المشاكل. طيب شنو الكرامات الأولياء؟ طيب أنا دايرين نعرف كرامات الأولياء نص عليها على السنة والجماعة. المعتزلة هم اللي قالوا ما في كرامات الأولياء، تعرف دليلهم شنو؟ مش قال تعالى ولا قال عليه الصلاة والسلام ولا قال أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم رضوان الله عليهم، بل دليل شنو؟ العقلي. قالوا لو كان في شخص ما نبي ربنا بيسر على يديه أشياء خارقة للعادة بيجتمع علينا ما عرفنا الفرق بين النبي والولي. قلنا له ده مخ عايش ساكت يا شيخ. مين الأمة دي عندنا كم نبي؟ ثلاثة ولا أربعة قلنا؟ واحد. شنو الثاني البيجي ده؟ البيجي ده أخطب مع ولي ما في نبي معه. واحد. ما كان محمد أبا أهل من رجالكم ولكن رسول الله وشنو؟ خاتم النبيين. يستمع لك شنو؟ معتزلة أنا معي كده طيب ما عندها يعني. أنا صلى الله عليه شهر رايح لجنة أمور ما كنت رايح في صلاة. الكرامات ثبتت، لكن دارين نعرف حالة ثانية. حتى وين؟ هل الكرامة عندها حدود معينة؟ بمعنى أن الولي ده ممكن الله يكرمه، القارورة دي بدل ما يشرب أربعة يشرب واحدة، أو بدل ما القارورة دي تروي نفرين تروي عشرة، ولا أن أوسع من ذلك. دارين نتعرف لمذهب أهل السنة والجماعة. سمعوا ولا ما سمعوا؟ أهل السنة والجماعة قالوا كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. عشان كده أنت الشيل عفشك من أهل السنة والجماعة دي اللي مش قادر لأنه ما بيتفقوا معاك. الشيل اللي أنت بتقوله براو ده كلام أهل السنة والجماعة يا أخي. دي مدير الدعوة دايرينك تدينا الكتب عشان نديك الكتب عشان أنت مش تراجعها. أصل ما يزيد إلا عشان نوريك الكتب عشان أنت مش تراجعها. كلام واضح ولا ما واضح؟ جل القارئ الكلام مش مبان وقلتية ولا أجلاتية ولا سرماتية. دين علماء أهل السنة والجماعة قالوا الشيء خارق للعادة لأنه تعريف المعجزة كما قال السبكي في العقيدة السبكية إيش من يغفلنا؟ والمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة
مع التحدي وعدم المعارض اسمها معجزة. الكرامة نفس التعريف لكن على يد من لا يدين نبوه الوجه الكرامة. هي الكرامة. طيب الكرامة بشنو؟ أهل السنة والجماعة قالوا زي ما الشيء الخالق يحصل لنبي من الأنبياء يحصل لولي من الأولياء من غير فصلين. ده جمهورهم. في واحدين قالوا لا الكرامات بتاعت الأولياء ممكن فيها وفيها وفيها لكن ما بتصل لدرجة أنه ولد بدون والد. السبكي قال وقال القشيري ولا ينتهون إلى نحو ولد دون والد. لما جاء الشراح قالوا ما ذهب إليه القشيري والمصنف ضعيف. قالوا الصواب كل ما جاز أن يكون معجزة النبي جاز أن يكون كرامة لولي. شرح جمع الجوانب. رأي شنو؟ مين اللي نص على هذه القاعدة؟ نص عليها إمام الأصوليين. الناس مساكين يقول لك الشاطبي قال، الشاطبي قال يا ابن الخال كلام سري. أنا دارك أول حاجة زور بكم قرآن ضاف تعرف تعرفهم. الشاطبي قال شنو؟ قال البدع لا تنقسم. قل لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تنقسم. رأي شنو؟ الشاطبي ولا الأمري أنت؟ تبقى عمري ولا تبقى شاطري؟ قال نعمة البدعة. السيدنا عبد الله بن عمر قال إنها بدعة ونعمة مبتدعة. سيد بن منصور بإسناد صحيح بالنسبة لصلاة الضحى. السيدة عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صبحة الضحى وإني لأسبحها. والحديث في الموطأ والبخاري. يلا السهاد مذهب السهاد الأول عندك ولا قول الشاطبي؟ طيب قول الشاطبي قول واحد من المجتهدين يلا في مقابله الأكبر منه والمقدم منه في الأصول إذ بن عبد السلام قال تنقسم إلى خمسة. الأكبر والأعلى بالأصول من الشاطبي السيوطي قال تنقسم إلى خمسة. والأكبر منه وضع علينا المستصفى مقدم على الموافقات للشاطبي. القضائي في القضائي صاحب المنخوص صاحب المستصفى قال البدعة تنقسم إلى خمسة. الحافظ ابن حجر الأفقراني الجمع العلوم الشرعية كلها قال تنقسم إلى خمسة. القرافي المالكي آية من آيات الله عز وجل صاحب الفروق الذي لم يصنف مثله قال تنقسم إلى خمسة. أنت مسكين أو أتقرأ في الكتب التي توزع ما لا مكانا أكرم أهل العلم. طيب لا إله إلا الله. يلا دائري نعيده الشاطبي أسمع هجه أنا رب استحاب كم قال نعم نقول مالكي المذهب وإنت مذهب ما عندك وأشعري العقيدة وإنت العشائر عند الضلال وقال الدين ما يبقى إلا بالتصوف في كتاب الاعتصام عشان كده إنت ما قريب أقرأ جيب الكتاب نفذ عليك المال تشوف ماذا قال الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي المالكي